أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نقلت وكالة الأنباء القطرية على موقع تويتر تصريحات متضاربة لوزير الخارجية القطري بشأن سحب عدد من سفراء الدولة أو إبعاد سفراء دول عربية، إذ قالت الوكالة إن الدوحة طلبت سحب سفرائها من 5 دول عربية هي السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، ثم عاد الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني وأكد أنه لم يتحدث عن سحب أو إبعاد السفراء، مضيفا بأن تصريحه قد أخرج من سياقه. كشف مجلس محافظة نينوى العراقي عن بقاء نحو 350 فردا من داعش في الساحل الأيمن للمدينة، وأضافت القوات الأمنية أنها تسيطر على نحو 97% من إجمالي الجانب الأيمن، وسيتم تحرير ما تبقى قبل شهر رمضان. وأوضح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد الركن يحيى رسول أن الأهالي المحاصرين في تلك الأحياء يبلغ نحو 35,000 مواطن، وهم على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية في حال اقتحام تلك الأحياء. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن منفذ الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا من بينهم أطفال خلال حفل موسيقي في مانشستر بريطانيا مساء يوم الاثنين سافر على الأرجح إلى سوريا، مضيفا أن منفذ الاعتداء سلمان عبيدي من أصل ليبي ويحمل جنسية البريطانية نشأ في بريطانيا، وفجأة بعد رحلة إلى ليبيا ثم على الأرجح إلى سوريا انتقل إلى التطرف وقرر تنفيذ هذا الاعتداء. احتجز مسلحون يقاتلون القوات الأمنية في جنوبي الفلبين عددا من الرهائن بينهم كاهن كاثوليكي بحسب ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية. وأعلن رئيس مجمع الأساقف الكاثوليك في الفلبين في بيان له أن المسلحين هددوا بقتل الرهائن في حال لم يتم سحب القوات الحكومية التي تحاربهم. تبنى تنظيم داعش أول هجوم انتحاري له في الصومال موقعا 5 قتلى. اتفجر انتحاري نفسه يوم أمس عند نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بلاد بنت شمالي الصومال في أول هجوم من نوعه منذ 3 سنوات. وكانت جماعة الشباب المتشددة المرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن معظم الهجمات، إلا أنها قالت إنها غير مسؤولة عن التفجير الذي وقع يوم أمس. أعلن محمد علي البرهومي محافظ ولاية تطاوين التونسية التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة واضطرابات أعلن استقالته من منصبه. ويعتصم سكان الكامور منذ أشهر في الكامور بولاية تطاوين، حيث يعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.